يوم ورا يوم يتأكد لأن الدوري الإنجليزي متعة خاصة لا تقدر بثمن ولا توصف. ما هذا ليفربول؟ حتى في المباريات المعدومة والميتة تستسرقين الثلاث نقاط في آخر 3 دقائق أو دقيقتين من ال5 دقائق قبل القدود الضائع، ويركن كلوب ينقذ من الفرحة. صراحة هذه المباراة هي التي تعطي اللقب، مثل هذه المباراة هي من تمنح اللقب. السلام عليكم الخوت، كنعاودو هاني نشتي فرحاني كلشي زين، كنتمنى اللي كتشاهدونا تابونو. شكرا شكرا فيري شكرا. ليفربول يا اخي يؤكد انه هذا الموسم لن يترك الصدارة، لن يترك الصدارة، لن يترك الصدارة حتى في اسوأ المباريات. اسوأ المباريات تسجلين هذه الاهداف وتستسرقين 3 نقاط. ليفربول لا تريد التعادل، لا تريد الخسارة. يا يورجن كلوب عنده تفكير واحد، تفكير واحد فقط، شنو هو؟ هو احضار 3 نقاط في اي مباراه، خارج الملعب، في الملعب، في اي، هذا بعيد عن دوري ابطال اوروبا، نتحدث عن الدوري فقط. الفوز ثم الفوز ولا شيء غير الفوز. راينا الشوط الاول كان هناك رداء في الاداء، لا فرص، لا فرص للفريقين، دفاع بليد بالنسبه لهما معا. في اواخر الدقائق من الشوط راينا محاولتين لصلاح وماني، ومحاوله لليستر سيتي، ومحاولة خطيرة لليستر سيتي، وبعد ذلك محاولة خطيرة لليفربول. قالت ماذا يحصل، ماذا يحدث؟ هؤلاء يريدون أن يسجلوا علينا. ماني يا أخي يجري 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 يجري, يجري ويسجل الهدف الأول. الحمد لله أن ماني ابتسم وأخيرا سجل وفرح. هكذا يا ماني، العب مع صلاح. رأينا بعض اللمسات من ماني لصلاح. فيرمينيو اليوم أيضا أعطى لمسات، ولكن تمريرته كانت اليوم خاطئة، لا نعرف السبب. ربما ايضا هو بدا ياخذ بعض الحقد، ربما لا نريد يا فيرمينيو. راينا انهم لعبوا باداء جميل، قدموا فرجه في الشوط الثاني لا توصف. ورايت بعض الاحيان لحظات اضحك من الاداء، انفراد هنا وانفراد هنا، انفراد هنا وانفراد هنا، انفراد صلاح. لماذا يا صلاح تضيعه بتلك الطريقه؟ انفرادات، ارى انفراد هنا حتى ينتهي تضيع، ارى انظروا الى الجهه الاخرى انفراد اخر يضيع، انفرادات اليوم بالجمله وتضيع. لم اشاهد في حياتي انفرادات كثيره بهذا العدد وتضيع. ولكن يا اخي اتوا بالتعادل، ليستر سيتي هدف جميل، مثل الهدف الذي سجله فينالدوم، ضربت فيه الحارس ودخلت من تحته. وفي الاخير في اخر الدقائق ركلة جزاء وهدف ميلنر. يا اخي كيف تكون بتلك الشخصيه ان تسجل في اواخر الدقائق وتسجل هدف الانتصار وال3 نقاط، وان لا تخاف وان لا تاتيك الريبه والدهشه؟ ويورجن كلوب كيف فرحته، كيف نقز، وكيف يحيي الجماهير. يا اخي يا اخي الليفر بصراحه تستحق اللقب لهذه المعنويات وهذه الروح التي بينهم يا اخي. وذلك الاظهره عندك تشكيلة متكاملة يا أخي، لا أشاهد في حياتي تشكيلة متكاملة الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن تشكيلة فيها كل العناصر. دفاع، الحارس اليوم الذي تصدى لكرات خيالية، هذا الحارس هذا أظنه سوف يطرد، سوف يطرد أليسون بيكر، سوف يطرد صلاح. اليوم نتمنى لك السلامة يا أخي، وأن تكون خفيفة الإصابة، ليست إصابة صعبة. كما قلت لكم ليفر هذا العام لن تترك اللقب بسهولة، ربما تعلمت من الموسم الماضي، لا تعرف لا تعادل لا خسارة، الفوز الفوز الفوز. الليفر شعارها نريد 3 نقاط، سنأتي بكل 3 نقاط سنأخذ الدوري، هذا هو الحل، لا حل آخر. جبتي 3 نقاط كلها يعني الدوري لك. السلام عليكم.